نتكلم بكل صراحة، المنتخب الوطني الجزائري تاعنا من يوم إلى آخر أصبح منتخب فاشل. يلعب 30 دقيقة تشوف التعب يظهر على اللاعبين، ما تقوليش اللاعبين ما عندهمش إمكانيات، عندنا لاعبين ولكن الظروف اللي هم يلعبوا بها حاليا صعبة جدا، ما تخليهمش يتألقوا في إفريقيا. ممكن في السنوات المقبلة ممكن أن نغير أمور كيف نغيروها بعد 4 سنوات، يعني 2019 ما طبعوش ما جاء. والله بكل صراحة بنفسش من السياسة راح نزيد نلقى الناس الصعوبات وتعود تقول لي سيفري ما جاء لك قلتي بلي 2017 بلي ما ندوش لك كاس إفريقيا 2017. لحظات قليلة انتهت عملية الفرز، ومثلما كان منتظرا فوز خير الدين الزتشي برئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم لعهدة جديدة خلفا للرئيس المنتهي عهدته محمد راورة، وإذن هو عهد جديد للكرة الجزائرية بقيادة الرئيس الطموح الشاب خير الدين الزتشي الذي يعول على النهوض بكرة القدم الجزائرية. اتفقت الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة الرئيس خير الدين زتشي مع المدرب الإسباني لويس لوكاس ألكاريز لقيادة العارضة الفنية للمنتخب الوطني التي بقيت شاغرة منذ استقالة البلجيكي جورج ليكانس. لأن ضربة الانطلاقة لسنتر ثم جاء أوتو فيستر الألماني، وهنا المحاولة وهنا الفرصة يا سلام على الهدف، يعني شوف هذه الكرة، أوه حذاري حذاري وكاد أن يفعل هني في اتجاه سليماني يا سلام على سليماني، سيشوف خروج غير موفق يا مبولحي، ماذا تفعل يا مبولحي، هذا خطأ كبير، خروج بعيد عن المنطقة. محرز عنده الكرة، محرز الرأسية، يا سلام على الرأسية الجميلة من إسلام سليماني، حولة خطيرة وسليماني فرصة كانت ذهبية ولم يتمكن المنتخب الجزائري من الوصول. لم تخرج وينطلق، ينطلق الشاب عطال، هكذا الكرات، بنطالب، نبيل بنطالب عنده الكرة، لقطة فنية رائعة، نبيل بنطالب. يا سلام على الروعة، يا سلام على الروعة من هذا اللاعب إيمانويل أديبايور.